ذكرت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين أن فرقها في الطوز سيطرت بوقت قياسي على حريق اندلع في 15 دونما من محصول الحنطة في قرية شه سوران، مشيرة إلى أن الفرق تمكنت من إخماد النيران المندلعة بكل مهنية وبأداء مميز، ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء الأرض غير المحصودة والبالغة مساحتها 235 دونما، مبينة أن الحادث نتج عن تماس كهربائي خارجي من الأسلاك الرئيسية الناقلة للكهرباء عبر المنطقة.